شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري 13 لمجموعة الحوكمة العالمية جي 3 بمشاركة كل من اليابان التي تولت رئاسة مجموعة العشرين العام الماضي والمملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة المجموعة العام الحالي والجمهورية الإيطالية التي ستتولى رئاسة المجموعة العام المقبل، وذلك على هامش انعقاد الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي واجهت المجتمع الدولي بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والجهود التي تبذلها مجموعة العشرين والأمم المتحدة لمعالجة هذه القضايا ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي الفاعل والحوكمة العالمية الشاملة للجميع في التصدي للتحديات التي تواجه الدول، كما تم استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد صدر عن مجموعة الحوكمة العالمية جي 3 بيانا أشاد فيه بالقيادة القوية للمملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الهائلة التي شكلتها جائحة فيروس كورونا، ومشيدين بجهود مجموعة العشرين المستمرة في النهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2020-2030 والتركيز على دعم البلدان النامية في جهودها التنفيذية، معربين عن تقديرهم للإجراءات قصيرة وطويلة الأجل والتي أقرتها مجموعة العشرين من أجل تحقيق انتعاش عالمي شامل ومستدام.